ازيك معلم؟ ايه يا رب تكونوا بخير. النهارده معايا وصفه سهله جدا وبسيطه، وصفه الرنجه المخليه. الرنجه عباره عن، هقول على طول المكونات. اول حاجه هنحط طحينه، هي بتحب الطحينه الصراحه، تمام. وهحط خل، شويه من الخل وليمون، اقلب وهجيب معايا ميه. نحط مية بقى شوية بشوية، نقلب كده. بعد كده هنعمل بقى بالايه؟ بالخضار اللي عندي، البصل اللي عندي اهو، طماطم. وهنقلب كله كده، كل الخضار ده هنقلبه مع بعض، وهنسيبه بقى ايه ربع ساعة عبال ما نظبط اللبن. بعد ما سيبناهم بقى مع بعض كده شوية، شايفين بقى شربوا من التلج. نحاول كده نقطعها، ندخل الصوص فيها اهوت. يستحسن بقى ان احنا نسيبها، يعني نعملها مثلا بالليل ونسيبها في التلاجة بقى تاني يوم، بتبقى بقى مش ممكن. شايفين بقى كل المكونات دخلت في بعض، حاجة بقى كده روعة. شايفين؟ طبعا لو في بقى اي حاجة هنطلعها، طبعا يعني الحاجات البسيطة عادي، بس كده تمام. يعني شايفين بقى اهو، هناخد بقى كده ونحط بقى في طبقنا كده. رهيبة يا جماعة، مش ممكن يعني. الكلام بقى معايا ايه؟ ربع رغيف، ربع رغيف بقى، يعني مينفعش مندوقش بقى، لازم بقى ندوق كده. اللي هو هنقعد كده ندوق، رهيبة رهيبة جدا. شايفين بقى؟ شايفين بقى الحلاوة؟ هنقدمها مع بطاطس بقى محمرة، حلوة جدا جدا جدا. نديها كده رشة من الكمون. طبعا بقى اللي اتبقى مننا، واللي اتبقى طبعا معانا العلبة اهي، زي ما اتبقى ناخد بقى الباقي. يا رب ان شاء الله تجربوا الوصفه تعجبكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.